كيف تقرأ عودة ظاهرة الاغتيالات والجرائم والاشتباكات المسلحة في بغداد والمحافظات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله أستاذ عبد الرحمن، حيا الله جمهورك الكريم، حيا الله كادر قناة الفلوجة. الحقيقة مؤشر واضح، يعني تابعنا عن حوادث الاغتيال وجدنا أنها أغلبها هي جنائية، ما عدا الاغتيال اللي حدث بالراشدية، وهذا ربما تشوبه كثير من علامات الاستفهام. لكن بقية الاغتيالات اللي حدث ليلة الأمس في بغداد الجديدة، والذي حدث اليوم في مدينة الصدر في سوق مريدي، وآخر طبعا حدث المساء على لعبة كرة قدم، وأحدهم طعن الآخر بسكين، وأيضا هنالك طفل توفى اللي هو سجاد الحلفي رحمة الله على روحه. لذلك أقول هي الحوادث الجنائية، والحوادث الجنائية دائما تدفعنا على أن نتساءل، يعني هل هنالك ضعف في سلطة فرض القانون أم هنالك جهل؟ وبالتالي هذا الجهل يدفع الأطراف أن يتشاجروا ويستخدموا الأسلحة البعض ضد البعض للترهيب أو للقتل أو ربما يعتقدون أنه لفرض السيطرة. لذلك أقول المسؤولية تتحملها الحكومة بامتياز، وهذه تراكمات طبيعية نتيجة ما مضى وضغوطات نفسية على العقول العراقية ربما قادتهم إلى التجهيل، وربما قادتهم إلى استخدام القوة المفرطة، وربما قادتهم إلى اللامسؤولية. يعني هنالك عدم شعور بالمسؤولية، وهنالك عدم احترام لسلطة القانون، وهنالك عدم ولاء للعائلة وأيضا للعشيرة، لأنه لو كان هنالك ولاء للعائلة وللعشيرة، المواطن يتحفظ على عائلته ويجنب العائلة المشاكل، بالتالي ممكن أن يتحمل بعض الأمور من أجل عائلته أو من أجل أطفاله أو من أجل أبوه. وهنالك أيضا استسهال لاستخدام السلاح الصغيرة والكبيرة وفي الأفراح والأحزان. على كل حال، بعض الحوادث أستاذ عدنان، يعني أطراف النزاع فيها منتسبون وضباط في وزارة الداخلية، على ما يدل هذا الاستخدام لسلاح الدولة؟ يعني هاي الطامة الكبرى، نحن بعض الأحيان يعني نقول على أنه البعض هنالك جهل واضح، لكن إذا يصل الجهل لمستوى أنه ضابط مسؤول في وزارة الداخلية، هذا معناه طامة كبرى. يعني هذا كيف يدير دائرة وهو لا يستطيع أن يتمالك نفسه في بعض المواقف؟ أعتقد يعني من صمات القيادة، القائد يجب أن يكون يعني آخر رجل ممكن أن يتعرض لحالات الانفعال، لأنه القرارات التي تأتي بحالات الانفعال هي قرارات يندم عليها الكل. لذلك أقول أنه يجب أن يكون هنالك عملية انتقاء لمنتسبين الوزارة، ويجب أن يكون هنالك أطباء نفسيين لمعالجة بعض الإخفاقات النفسية لبعض المنتسبين. الحادث ليلة الأمس في بغداد الجديدة كان أطراف اثنان ضباط شقيقان منتسبين في وزارة الداخلية والمكتب الوزير، أحدهما يعمل في الشرطة أعتقد يعني الاستجابة ملازم أول، والعقيد يعمل في شكاوى المواطنين في مكتب الوزير، وهذه مشكلة كبيرة جدا. يعني نقول أنه على الدولة العراقية وعلى الحكومة العراقية وعلى الأجهزة الأمنية العراقية يجب أن تكون هنالك سلطة للقانون، لأنه من أمن العقاب ساء الأدب، فبالتالي هذه التصرفات اللامسؤولة هي نتيجة ضعف القانون. لو كان هنالك قانون يجازي ويقاضي، يعني هي نتيجة ضعف للقانون وليست مسألة إعادة تأهيل لبعض الأجهزة الأمنية والمنتسبين، لا، هي القضية قضية قوة في سلطة القانون أو عدم وجودها. يعني هي المسؤولية مركبة، أنت لاحظ دائما القانون يحتاج أن يكون هنالك ضمير، والضمير الظهير ساند للقانون، لكن في غياب الضمير القانون يفترض أن يكون له دور كبير جدا ليفرض سلطته، وبالتالي يقاضي ويحاسب كل شاذ عن الأطر المسموح به. لذلك أقول يجب أن يكون هنا الأجهزة الأمنية بالمناسبة كثيرة جدا، وهنالك قوة كبيرة جدا مسؤولية حماية مدينة الصدر، حماية الأمن والأمان في المدينة، لكنه ما لاحظنا يعني هذا اليوم ما لاحظنا وجود أو تمثيل للشرطة اللي مسؤوليتهم حماية المدينة. لذلك أقول يجب إعادة النظر بترسيم القطاعات العسكرية ووضع خطة محكمة من قبل قيادة عمليات بغداد، تحديدا قيادة عمليات الرصافة، للسيطرة على الأحياء التي تكثر بها المشاكل، مثل ما حدث في حي البساتين قبل أيام بسيطة، وفي مناطق الشعب ومناطق خلف السد ما يسمى حي النصر والحميدية، وهذه المناطق التي تكثر بها بعض المشاكل، وهناك طبعا جهل وجوع وفقر في هذه المناطق، وبالتالي الإنسان في هذه المناطق ربما يعني ضغوطات نفسية كثيرة عليه، وأيضا هنالك ضعف في سلطة القانون، وهنالك سلاح موجود خارج السيطرة. وهذا يجرنا إلى السؤال المهم والعنوان الكبير، حصر السلاح
بيد الدولة لا طالما سمعنا به كثيرا. هل سيتحقق هذا العنوان أم أن أمامنا مشوار طويل؟ قضية ليست سهلة ويسيرة. يعني أولا يجب أن يخلى السلاح من الأحزاب والكتل السياسية أول خطوة، لأن أغلبهم هم عناصر متواجدين بالمناطق السكنية. إذا أفرغنا السلاح من المواطنين ربما ستنفرد الأحزاب السياسية بالمواطن وربما ستفعل فعلتها. لذلك نقول يجب أن تكون هنالك عملية موازنة. السلاح فقط يجب أن يكون لدى الأجهزة الأمنية، الأحزاب الكتل السياسية وكذلك المواطن والمواطن العادي والمواطن البسيط والتاجر والعامل والأستاذ الجامعي والطبيب يجب أن لا يكون لديهم سلاح مهما كانت الأسباب والمسببات. لكن كيف يكون حصر السلاح حينما يكون هنالك قانون مطبق وتشريعات تحمي حقوق الإنسان وقوة ماسكة الأرض تسيطر وبيدها زمام الأمور ولا تسمح أن يكون هنالك انفلات واستفراد بالأسلحة للترهيب أو للتخويف أو للقتل؟ لذلك نقول هي عملية مركبة، الأجهزة الأمنية مسؤولية كبيرة عليها، والسلطة القضائية والتشريعية كذلك عليها مسؤولية، والمواطن يجب أن تكون هنالك توعية للمواطن، لأن نحن الآن لدينا هدم بعقلية المواطن، وهذا ما يجعلنا نقول أنه علينا أن نعيد بناء الإنسان، لأن بناء الإنسان يهمنا أكثر من بناء الجدران. الإنسان هو مسؤول أن يعيد بناء الجدران. وبنظرة أيضا أمنية من قبل مختص كجنابك أستاذ عدنان، ما يجري حاليا من توترات أمنية هي جنائية يعني ليست حالة إرهابية، ما يجري من توتر أمني بشكل متسع في بغداد يدل على أن بغداد آمنة؟ لأن تعرف أحيانا قول الحقيقة الأمنية أصبح بمثابة تشويه لسمعة بغداد ومبالغة. طيب ماذا نسمي إذن ما يجري؟ لا أبدا، بغداد ليست آمنة، وبغداد أصبحت الآن غير مؤهلة للعيش. يعني في هنالك مناطق في بغداد صعب جدا العيش بها. الإنسان الكريم يريد أن يعيش بسلام ويريد أن يعيش بأمان، لكن في ظل وجود خوف ورعب على أطفاله على عائلته على بيته من السرقات من الخطف من القتل من الاعتداء من الترهيب، وهذه كلها موجودة بالمناطق. يعني الآن تشب مشاكل كبيرة جدا من أجل خلافات تافهة جدا، وكذلك هنالك تجاوزات على حقوق المواطن وحقوق الدولة وحقوق الغير. يعني هنالك من يتجاوز ويقوم ببناء مشيدات على الأرصفة وعلى والأحياء السكنية، أصبحت الآن حالة التجاوزات بها يعني حالة قاسية جدا ومحرجة. لذلك أقول هذه يعطينا انطباع على أن هنالك انفلات وهنالك عدم سيطرة وهنالك ضعف سلطة القانون. لو كان هنالك قانون ما راح تلاحظ التجاوزات. حينما تشاهد بغداد خالية من التجاوزات ثق أن هنالك أمان وهنالك حينها سيتحقق مفهوم الأمان بشكله التجاوزات الأوسع طبعا بإزالة التجاوزات. شكرا لك.